سلمات وللاسف في مصر ليس لها تواجد او وجود نهائي. من ضمنها الموضوع الاساسي بتاع الحفاظ على خصوصا المرضى المعرضين لحاجات زي كده زي مرضى السرطان وغيره لكن ما بيعملوش عادي. والحقيقه احنا بالتعاون كان برضه معانا في الشفهيه وبتاع بقالنا فتره سنتين ثلاثه مع بعض دلوقتي، انما احنا بدانا نجني ثمار. احنا عندنا في المستشفى في الجمعيه بدانا ان في ناس بيجوا يعملوا يزوروا جمعيه ويطلبوا، طبعا احنا بنسال وقالنا نحافظ على الخصوصيه ازاي ونعمل ايه ونسوي، ده شيء كويس خلينا يبقى في يعني حراك مجتمعي وابتدى تبقى فيه. انا حتى شفت بالصدفه كده مسلسل في رمضان، يعني قالوا لي في مسلسل انا ما بشوفش حاجه دي يعني قليل، في مسلسل في رمضان كان بيناقش الكانسر ومرضى الكانسر وحاجات زي كده. وده شيء لطيف ان ابتدت الناس يعني ندرك الكلام ده. لكن لسه دلوقتي بتناقش مع الدكتور احمد حسن المستشفيه وبهيه برضه بقول له لا ما زلنا بنواجه صعوبات، يعني احنا بنحارب بقى ثلاث سنين دلوقتي انما ستيل في صعوبات في الموضوع وستيل الناس يعني حالات تبدا وبعد تبدا تيجي تقول لنا انا عاوز اعمل بعد ما تاخد جرعه اثنين ثلاثه مشاكل. وللاسف بعض الدكاتره بيعملوا كده، وللاسف بعض المساعدين الدكاتره بيعملوا كده واصناف المستشفيات واصناف. فالهدف ان احنا كل مريضه يوصل لها هي تيجي تقول انا عاوز اعمل كده، ما فيش داعي ان استنى ما الدكتور يقول ولا استنى الدكتور تقول.